أحبتي في الله السلام عليكم. انتشر في وسائل التواصل في السناب شات وفي الانستغرام وفي تويتر وفي كل وسيلة تواصل وناس همهم أن ينشرون الفاحشة، ينشرون الشذوذ والعياذ بالله، يريدون أن يوقعون الرجال في فتنة الرجال والنساء في فتنة النساء، يريدون أن يتتبعون عورات الناس، يريدون أن يفضحون من ينساق خلفهم إذا أرسلوا إليه مثل هذه المقاطع أو الصور الخليعة والعياذ بالله. مثل هؤلاء والأحبة خطرهم عظيم وشرهم عظيم، ومن ينساق خلفهم سيجد والله العظيم أيها الأحبة أثر ذلك الأمر، وسيجد أثر هذه الفتنة في نفسه وفي قلبه. فليحذر كل واحد منا. أحدهم يقول والله إن نرسل مقاطع خليعة وشذوذ والعياذ بالله جنسي لنرى من ينساق خلفنا، وانساق خلفنا أناس كثير، هذه والله أنها مصيبة. من يعمل هذا الأمر مصيبة، ومن يتبعهم مصيبة. هؤلاء أحذرهم أيها الأحبة من قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. طبعا هذا هو حالهم، لأن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن نميل كما قال عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك نحذر أيها الأحبة، هم يفعلون مثل هذه الأفاعيل ليرون من ينساق خلفهم يبتزونه، سواء الرجل أو امرأة أو أحد المشاهير أو أحد والعياذ بالله المعروفين في الساحة، حتى يبتزونه ويفضحونه ويريدون به سوءا. فمن يفعل مثل هذه الأمور والله لن يجد سعادة لا في الدنيا وفي الآخرة، وسيجد عقاب وعذاب من الله عز وجل. والفتنة أيها الأحبة، من يفتن المسلمين والله له عذاب عظيم، ولعن الله من أفتن المسلمين وأيقظ الفتنة في قلوبهم. والله العظيم أن من يفتن المسلمين ومن يفعل فتنة من أجل مقطع أو صورة أرسلت له ستكسب ذنبه إلى يوم القيامة. احذروا.